وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، وستكون جولة في منطقة نهج الدباغين في تونس المختصة ببيع الكتب. بعض التونسيين يسمون المنطقة بشارع المتنبي لأنها على غرار شارع المتنبي ببغداد، تعتبر مقصداً للمثقفين والباحثين والطلاب، فهو المكان الذي يمكن أن تجد فيه ضلتك من الكتب. هذا الشارع الأيقونة في الحقيقة، هو ليس فقط كنز وأيقونة حقيقية عمرت طويلا في تونس وسهلت كثيرا ودعمت كثيرا الحركة الثقافي، لأنه تكلفة نشر الكتاب في تونس كبيرة وأيضا أسعار الكتب مرتفعة شيئا ما، فهي باحت للقراء وللشغوفين بالمطالعة كتبا بأقل تكلفة. الشارع هذا سميه شارع المتنبي في تونس على خاطر شارع بالرسمي فيه أول حاجة الكتب المتنبي النادرة اللي من القواش، ثاني حاجة نلقاو كتب أي اختصاص أنت تتصوره في أي اختصاص تلقى فيه الكتب موجودين هوني، القديمة النادرة اللي مش متوفرة حتى في المكاتب العمومية تاع تونس.